انت مفيش هدا فيك، الوساخة اللي فيك مش هتطلع ابدا. وساخة ايه يا كريمان؟ بس اهدي اهدي. وساخة ايه؟ انت عايز تقتلني؟ انا عايز اقتلك. لا خالص، انت اكيد فاهمة غلط. انا دلوقتي بس فهمتك صح يا خالد. لا يا كريمان بصي، انا افهمك على حاجة. انا وانت اصلا انا رغبتي ان انا عايز اشيل طبعا عايز تنقذنا انا وانت. بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط كده. لما قلت لك الكلام ده بقى يا اخي كدبك ريحته فيها، هتبطل كدب بقى. ويا ترى عيسى بيه هيديك كام على قتلي؟ مليون ولا اتنين ولا يمكن 10 أو 20؟ يا كريمان فهميني بس، فهميني انت تخصيني. انا بس كنت خايف ان عيسى يجيب حد تاني يقتلك، فانا كنت خايف عليك والله، بس باخده على حجري والله. والله تشكر، تشكر يا باشا، تشكر يا متر، مش عارفين نشكر حضرتك ازاي. انا كان لازم اصدق شيرين يوم ما قالت لي ما ثقش في واحد زيك. يوه على شيرين دي بقى، انا اتخنقت منها، كل مره تقع بيني وبينك يا كريمان.